الفئات البسيطه في المجتمع كان دايما ليها الاولويه في الاجراءات دي ان احنا نحافظ عليها. يعني بالضبط. هنلاقي في نفس الوقت اللي اترفع فيه بعض من الدعم وتم تنقيه المستحقين للدعم علشان يصل فعلا للمستحقين، هنلاقي بالضبط. فيه زي تكافل وكرامه أكيد. ومبادره حياه كريمه. أكيد. يعني عايزه برضو تاثير الاجراءات دي ازاي وصلت للناس، يعني مش شرط اكون انا كمواطن استفدت بكل الاجراءات، يعني مش شرط اكون خدت شقه، بالضبط. ممكن اكون خدت تكافل وكرامه، ممكن اكون اتعالجت من فيروس سي، ممكن يكون بقى عندي شغل في المشروعات القومية بالظبط الكبرى اللي يعني بالظبط. إزاي المواطن المصري استفاد بشكل أو بآخر من هذه الإجراءات على أرض الواقع؟ طيب في البداية طبعا جزء أساسي مرتبط بأن إزاي الخدمات بقت بتصل للمواطن بشكل كف. احنا ما بنشوفش انقطاع في الكهرباء، بنشوف ازاي ان ما بقاش في ازمه مرتبطه بتوفير المنتجات البتروليه، سواء بنتحدث عن البنزين او السولار او حتى انابيب بوتاجاز وغيرها من المشاكل اللي كان بيعاني منها المواطن. ده الجزء الثاني، ازاي المشروعات القوميه قدرت ان هي توفر عديد من فرص العمل، معدلات البطاله اللي كانت تخطت ال 13.2% ازاي ان هي انخفضت ل 7.5% في وقت من الاوقات، معدلات التضخم حتى اللي كانت البطالة انخفضت في حين ان احنا عندنا عمالة كتير جدا في دول حوالينا ابتدت ترجع لعدم الاستقرار. الفترة ديت يمكن خلينا ناخد جزئيتين، احنا بنتكلم على فترة ما قبل تداعيات فيروس كورونا، دي فعلا احنا كنا ابتدينا نتحسن فيها اقتصاديا بشكل كبير، ابتدينا الاجراءات الاصلاح الاقتصادي ابتدت ان هي تاتي بثمارها، ابتدينا نشوف معدلات نمو اقتصادي وصلت ل 5.6% وهي الاعلى على مدار 11 عام سابقين، معدلات البطالة ابتدت تنخفض 7.5%، ابتدينا نشوف معدلات التضخم ان هي تنخفض وتصل لحوالي 5%، ابتدينا كمان نشوف تراجع او خلينا نقولها بمعنى ادق تحسن لسعر صرف الجنيه امام الدولار الامريكي، وده كان بادئ من يناير 2019. قرار حتى التحرير سعر الصرف يمكن في بدايته كان فيه ارتفاع شديد جدا، لكن ابتدينا نشوف مع تحسن المصادر الدولاريه للاقتصاد المصري ازاي ان ده ابتدى ينعكس على سعر صرف الجنيه امام الدولار. دي كلها اجيب بجانب طبعا الاحتياطي الاجنبي، ما نقدرش ننكر ان احنا وصلنا ل 45.5 مليار دولار في نهايه فبراير الماضي، وده انعكس اكيد على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري اللي وصلنا ليه تصنيف بي مقارنه بتريبل سي كنا وصلنا ليها في فتره من الفترات، واللي كمان بتنعكس ثقه المؤسسات الدوليه في الاقتصاد المصري والتحسن المستمر في التصنيف الائتماني. ده كلها اجراءات مهمه جدا. المواطن ابتدى يلمس كمان جزء مرتبط بالبنيه التحتيه اللي ابتدت تتحرك في عديد من المحافظات، وبالاخص المحافظات اللي كانت بتعاني من تهميش لفترات طويله زي محافظات الصعيد وزي سيناء، اللي الدوله ابتدت تتحرك عليها بقوه وابتدت ان هي تعمل على اقامه المشروعات فيها وابتدت تضخ عديد من الاستثمارات الحكوميه فيها، وده كمان كان ليه بدوره ازاي ان هو يجذب القطاع الخاص وازاي ان هو يشارك الدوله عملية التنمية. 14 مدينة جديدة الدولة تبتدي ان هي تنشئهم وتبتدي تتحرك عليهم، وازاي يعني احنا شايفين على الشاشة مشروعات التنمية، المشروعات القومية الكبرى اللي بتحصل. يمكن المواطن ممكن يسأل انا استفدت ايه من العاصمة الإدارية، انا استفدت ايه من الطرق، انا استفدت ايه من الانفاق اللي بتربط مصر بسيناء، القاهره ومصر بسيناء. يعني دي كلها مؤشرات بتعلي التنميه في الاقتصاد، لكن المواطن على ارض الواقع. طيب خلينا نقول ان الطرق، شبكه الطرق ديت لما صلحت احنا كان عندنا مشاكل في كتير من التقارير ومن ضمنها تقارير التنافسيه لما كان بيوصل جوده الطرق في مصر، احنا كان عندنا مشاكل كبيره جدا مرتبطه بالوقت، مرتبطه بعدد الحوادث، مرتبطه بعدد الاصابات اللي كانت بتحصل. ازاي ان جوده الطرق دي لما ابتدت تتحسن ازاي ان هي كان ليها دور مهم جدا في تخفيض عدد الوفيات وعدد الحوادث اللي بتحصل على الطرق، واكيد انعكست على الاستثمار بشكل جيد بحيث ان هي بتقدر ان هي توفر من الوقت والتكلفه المرتبطه بالنقل، فده جزء مهم جدا بالنسبه للمواطن. احنا كان عندنا في وقت من الاوقات طرق بتسمى طريق الموت، وللاسف ديت كانت ناتجه عن ان كتير من الطرق ما كانتش فيها مستويات كبيره من الامان. احنا عمليه الاصلاح لهذه الطرق وازاي ان يبقى في طرق جديده تقدر تربط المحافظات ببعض، دي كلها اكيد بتنعكس على المواطن. الجزء كمان اللي مرتبط بالمواطن ازاي ان المشروعات ديت بتوفر له فرص العمل، وبالتالي ده كمان بيبتدي يقلل من معدلات
معدلات البطالة. احنا في الوقت حتى المطالب بجائحة كورونا، ازاي ان العالم كله بيعاني من ارتفاعات شديدة جدا في معدلات البطالة، وازاي ان الدولة بتعلن عن وجود فرص عمل في مشروعاتها القومية، وبالتالي عملية الطرق والتحرك اتجاه البنية التحتية هي مش فكرة سعي رفاهية، ولكن هي سعي للتنمية. ازاي ان انا لما بعمل المشروعات القومية وبعمل مدن جديدة وبعمل طرق جديدة، انا كمان بستهدف جزء مهم، ازاي ان انا المساحة المستغلة من مصر حوالي 7%، ازاي ان انا بستهدف ان انا اضاعف هذه المساحة لحوالي 14%، وبالتالي بخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. يعني للأسف الشديد لما يكون مساحة مصر بنستغل منها 7%، فده بالتالي احنا ما بنستفدش، بالرغم من الزيادة السكانية اللي هي معدل النمو السكاني في مصر غالبا ما يقرب من 2.5% تقريبا سنويا، وبالتالي احنا بنتكلم على 100 مليون مواطن تقريبا بيعيشوا في 7% بس. فازاي ان التوسعات ديت مرتبطه مش بطرق وبس، ولكن كمان مرتبطه بمشروعات خاصه بالبنيه التحتيه.